حفصة، مرحبا بكم على قناة فايس بريف. اليوم كانت عندكم أول جلسة في محكمة الاستئناف، شنو بقى اليوم وشنو التطور ديال هذه الجلسة ديال اليوم؟ السلام عليكم متابعين فايس بريف، تحية كبيرة لكم وشكرا لك أخي البديع على الحضور ديالك تنتينا. المهم اليوم كانت الجلسة دازت وصراحة باقي ما كاين حتى شي خبر مؤكد شي حاجة. المهم حنا اللي عارفين ان الجلسه تاجلت غير لضط بالضبط، باقي ما عرفناه شي فوقاش ان شاء الله يا رب. حفصه كنسمعوا بزاف اصحاب القنوات كيقول لك كاين اللي كيصدر احكام مسبقه، بعدا كيقول لك كاين اللي تحكم بخمس سنين، كاين اللي تحكم بعشر سنين، ومريم ما تخرج ببراءه. يعني شنو رايك في هذه الاقاويل اللي كتصدر على القنوات؟ انا كنتمنى ان شاء الله اللي في الحبس كامل يخرج براءه، ما الحبس ما صبغيه حتى شي واحد، ولكن لحد الساعه خوتي باقي ما كاين حتى شي حاجه، حيت من المستحيل ان الحكم يصدر من اول جلسه. هذا الشيء اللي كنعرف انا، والعلم لله الا كانت شي حاجه اخرى ما نعرف. دابا حفصه شحال دازت على هذا المشكل هذا؟ دابا كملنا 6 شهور، شهر 11 كملنا 6 شهور دابا. من النهار اللي وقع المشكل يومنا هذا، واش كانت يعني كانت شي محاولة صحة بين هذه العائلة هذه، بحكم أنك كنعرفوكم راكم دم واحد وعائلة وحدة وقريبة، يعني نعيم البدوي راه خالتك ماشي شي وحدة اللي هي بعيدة، واش كاين شي محاولة صح ما بين هذه العائلة هذه؟ ما كاين أختي حتى شي محاولة صلح، يعني الاقارب اللي خصهم يتدخلوا في هذا الموضوع ويعملوا شي محاوله ما كاينش. جاوا الناس اطراف برانيين وما ما كملاتش المحاولات اللي قاموا بها داك الناس. علاش ما كملاتش؟ شنو السبب؟ حيت المهم فاش كانت جات امي زهره والناس اللي معاها، كان الشرط ديالنا اننا نتجمعوا في الدار ديال حبيبي محمد، معروف حبيبي محمد الاب ديال جوهره مغربيه وسميره مربوحه، وكنا حنا حضرنا انا والام ديالي حضرنا باش على اساس انه يتم التنازل، ولكن الطرف الاخر ما حضرش، بقينا كنستناوهم حتى 12 ونص ديال الليل وما جاوش. كان كيتداول حفصه ان هذيك الجلسه ديال الصلح اللي كانت مع مي زهره وبعض الناس اللي كانوا جاوا معها، ان ما تخرجش السوشيال ميديا، هذا هو السبب انكم تما تراجعتوا او كان شي سبب واحد اخر؟ لا شوف، هو فعلا كان اتفاق ان فجات مي زهره والاطراف اللي معاها ان ما يخرجش هذا الشيء للسوشيال ميديا حتى يتم الصلح، ولكن للاسف الشديد كيف ما خرجوا داك الناس من الباب ديال الدار، خرجوا يوتيوبرز بلايفات كيقولوا تم الصلح وكاين التنازل، ومع ذلك حنا تجاهلنا داك الناس وجينا لهنا لمدينه فاس قبل الجلسه بيومين على اساس ان الطرف الاخر يجي يحضر باش يتم الصلح. للاسف الشديد ما جاوش، ما حضروش. جا واحد الطرف وقال ان الابن ديال خالتي دخل ارجون لوبيتال وهي كانت فاتحه لايف مع المتتبعين، ما كاين لا طبيب لا حتى شي حاجه. الحبسه كان بقى لكم واحد الهجوم كبير، لا انت ولا الاب ديالك ولا الاخت ديالك ولا الام ديالك، وخاصهم يبقوا انكم عيرتوا ان ديك الطفل الصغير بالحباس. شنو بكا كتقول لهاد الناس هادو، وشنو الحقيقه ديال هاد الكلام ديال هاد المصطلح؟ هاد المصطلح اختي حنا عمرنا ما نطقنا به، وعمري انا ما قلت لا حباس، لا بالعكس، هادوك الاطفال خط احمر. وشوف راه ماشي غير الاطفال، اي واحد في السجن وقع له ظروف ودخل السجن راه كيبقى في مؤسسه تربويه، يعني ماشي اوبليجي نقولوا له احباس، راه هذيك مؤسسه تربويه دخل يؤدي واحد الثمن واحد الغلط قام به فقط، يعني ماشي. حفصه كان مؤخرا كانت توفات جده ديال زهير، نعم، ونسيب البدويه الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع اموات المسلمين. وكانت الام ديالك خرجت بواحد اللايف، نعم، كتقول العزيزه في ذمه الله، نعم، واللي كان كلشي توجه لمي زهره، وكان بقى لها واحد الهجوم انها كتفل على امها وكتطلع مشاهده على الام ديالها. شنو كتقولي لنا في هذه القضيه؟ لا حنا العزيزه حيت الجده اللي ماتت هي الجده ديال خي عز الدين، حيت خي عز الدين هو الابن دخالتي وهذيك جداته، حنا مربيين العائل دخالتي وصافي، يعني هذيك جداته كي حنا كنقولوا العزيزه ما كنقولوش امي كيف ما كيقولوا هنا في الداخل. وهو عمل لايف مع ماما باش يعزي باه ويعزي عمامه والعائله كامله.
واش كانت فعلا مقصود ان الام ديالك بغات تشير انا لم زهره باش انا ادخل زعما باش كيف قانون باش تطلع المشاهده تطلع الادسنس؟ لا لا اختي هذا شوف حنا عمرنا ما نوينا هذا الشيء هذا، ولكن قال لك لا اله الا الله، كل واحد اللي كيعبر بداك الشيء اللي كيحس به هو فقط. اما حنا الاخ ديالي هو اللي عمل داك اللايف باش يعزي عائلته، حيت حنا تهددنا اونلاين اننا الا هبطنا من تما غادي يعاودوا يتلاقاونا بالحليب والتمر، فقال لا ماما افتح لي لايف نعزي عمامي ونعزي با وصافي في اللايف. شنو هاد النعت اللي توصلتوا به؟ قال لك اذا جينا نعزي وراه غادي يتلاقاونا بالحليب والتمر عاوتاني. شنو المقصود يعني الحليب والتمر؟ كاين اللي ما غيفهمهاش. بحال اللي تلاقينا هادي شهر 11 فيه جوج. وكانت الام ديالي كانت خرجت في واحد اللايف ولا او فيديو كانت قالت عين الكلخ ماشي عين السحر، وكانت هاجمات على هاد على هاد على هاد المصطلح هذا. ماما مشي قالت عين السلخ يعني اللي كيسلخوا فيها بالدار. عين الكلخ كانت قالتها واحد السيده كانت معنا في الفيديو، حيت بين قوسين داك الدوار هذاك مع احترامي للجميع وكنحترم ديك الناس وعزازين عليا بصراحه، حيت انا ملي كنت صغيره كنت كنمشي وكنلعب مع ديك الناس وكيبغيوني بصراحه كيبغيوني كاملين وحتى انا، ولكن اللي بقى فينا الحال انهم كيشوفوا الاب ديالي متهم بشهاده فيها 35 يوم وكاملين عارفين الحقيقه وما قدروش يخرجوا ولو غير بفيديو، ماشي اوبليجي يجي للمحكمه يبرئوا الاب ديالي، حيت هذوك الدوار كامل عندهم قنوات يخرجوا غير بفيديو يقولوا ديك السيد ما كانش وما حضرش، جا وصل غير وليداته ومشى، حيت حنا الفتره اللي جينا وصلنا با كانوا الوليدات في المدرسه خارجين كانت 12 ونص، والامهات كاملين كانوا واقفين كيستناو وليداتهم، يعني هما شافونا فاش نزلنا شافونا واش سبينا داك الناس ولا ما سبيناهمش، شكون اللي سب ديال بصح، يعني كان بامكانهم انهم يخرجوا ويقولوا هذه شهاده كتبقى على الرقبه ديالهم غدا قدام الله. انا كذا كان هاد الشهود واش فعلا مشيتو كترشيو شي شهود في عين السلخ وانكم تشهدوا معاكم؟ الله اكبر. كتخرجوا هاد انا كنقول انكم كتشريو الشهود. ابدا علاش غادي نشهيو الشهود؟ ما عرفتي حنا شوف حنا ماشي اوبليجي يكونوا معنا الشهود، حيت حنا عندنا دلائل في التليفون ان داك الناس فوقاش هجموا علينا، اننا حنا فوقاش وصلنا لداك الدوار، حيت حنا فاش نزلت انا والام ديالي عملت لها مقطع فيديو انها داخله للدار ديال الام ديالها كاين بالساعه وبكل شيء. يعني سوسك بحال فلوغ. كنا غادي نعملوا فلوغ اننا داخلين عند الجده ديالي وراه داكشي اللي كاين اصلا في الفيديو ماشي زعما. حفصه واش غتكون شي محاوله الصلح ما بينك وما بين خالتك وبنت خالتك؟ شوف اختي انا هادوك شوف الله سبحانه وتعالى عنده كل شيء، راه كاين نعرفوا ناس طاحت بيناتهم الروح وتصالحوا، ولكن بين قوسين ما كيكونش الماديه بداخله في الموضوع. انا كنشوف الطرف الاخر مع احترامي للجميع فضل الماديات على الكبده ديالو، انا هذه هي وجهه نظري فقط، حيت كيف ما كنعرفوا كاملين وبحكم حتى انا ام راه بنتي الا مشات ادات شي طفله ضرباتها ولا غير خدات لا قلم ولا شي حاجه شي نقاش كنمشي عند ديك الطفله والام ديالها وكنعتذر وكندي بنتي حتى هي تعتذر وكيتم الصلح بين داك الوليدات، وحتى انا كنتعرف على الام وكيتم، ولكن للاسف الشديد الطرف الاخر كيقول لك انا ما ندبحش عليكم حتى دبانه، حنا ما طلبنا لا دبانه لا ناموسة، حنا فقط طلبنا ان العائله كامله تجمع باش هاد النزيف اللي كاين في هاد السوشيال ميديا واننا نخدمه بدمنا يوقف، ولكن الطرف الاخر الا وقف هاد الشيء هذا ما غيلقاش باش يخدم ويدير فيديوهات، حيت كيف ما كنعرفوا كاملين حنا كمغاربه ان الطرف الاخر ما عنده حتى شي خدمه لا هو ولا الازواج ديالهم من غير اليوتيوب. اما حنا الحمد لله ولله الحمد، الاب ديالي عنده من كيجيب عطيطات الخبز والازواج ديالنا كذلك هو مثال، وكيف ما قلت لك اختي انا عمرني ما كنت كنبان في السوشيال ميديا، ما كانت عندي قناه ما كنت كنبان حتى يعني حتى تضربت وهذا عاد بنت يعني. كيف خرجتي في هذا الفير فاش كان وقع المشكل؟ لا انا ماشي خرج، انا كنت كنبان مع ماما ولكن مره في شي فلوك، ماشي شي كنبان هكذا كنهضر معاها مورا الكاميرا كنصورها في فلوكات، ماشي زعما كان عندنا هذا المحتوى هذا، ولكن ملي كتب هذا الشيء صافي بانت رسالتك للقنوات اللي كنقول لك يدخلوا بالحل. كنقول الله يهديهم اخلاق وكنقول لهم اللي بغى يشوف اللي بغى ينتقد ينتقد فقط باحترام، ما السب والشتم والقذف ما غادي يوصلنا حتى شي نتيجه، بالحق كي هذيك بيناتنا غير العداوه والقباحه والسم، وانتم ما كتعرفوناش حنا ما كنعرفوكمش، بغيتوا توجهوا لنا شي رساله مرحبا على الراس والعين،
ولكن باش انك تخرج وتقول لي حماله حطب ولا تقول لي نطاشا ولا توجه لي هاد الالقاب هادو، انا ما عملت لك حتى شي حاجه، عندي مشكل مع واحد الطرف، هنا كتبقى نقطه حفصه. الا كان مازال انا شي واحد يدخل بخيط ابيض ويصلحنا بين هاد العائلات هذه، واش غادي تكون منكم شي استجابه وغتقبلوا هاد الصلح؟ اختي حنا من نهار اللي بداو الناس كيهضروا على الصلح وحنا اليد ديالنا ممدود للصلح، عمرنا ما ردينا شي واحد، والدليل على هذا ان اي واحد جا دق الباب ديالنا كنقولوا له مرحبا، عمرنا ما ردينا شي واحد، وعمرنا ما قلنا ان ما بغيناش الصلح، بالعكس حنا قلت لك الشرط ديال الام ديالي واللي كنحترمه وكنقدر على هذا الشرط ديالها، قالت انا بغيت عائلتي كامله تصالح من الكبير حتى للصغير، ماشي انا نتصالح غير مع هذا الطرف اللي باش يخرجوا وليداته مثلا من السجن، لا بغينا العائله كامله تصالح باش ما يبقاش هذا خدام بهذا، ولا عاوتاني نغد واحد اخر يقول لك اه تصالحت وانا نسيتوني. ولكن للاسف الشديد كيف ما قلت حنا طلبنا الصلح يكون في الدار حبيبي محمد، حيت هو الكبير في عطب باهم، هو الاخ ديالهم الكبير، ولكن كيف ما قلت ما جا حتى شي واحد، جا فقط واحد السيد هو اللي جا حتى 12 ونص ديال الليل، هذاك السيد بعيد كل البعد على العائله، يعني جا وعمل واحد المبادره الله يجازيه بالخير، ولكن راه كان خص داك الساعه العائله هي اللي تجمع، حيت هذا كان هو الشرط، لا هو قال لك عطيو التنازل ومن بعد تجمعوا، ما يمكنش غادي تحسسني بحال لانه كاين استغلال، هذا الشيء اللي كاين. بعد ما كان اخر مره طلعت مي زهرة عندكم بغرض الصلح، واش كاين التواصل بين الام ديالك ومي زهرة؟ كاين اختي التواصل في الخاص الحمد لله، يعني ما قطعش العلاقه بينها وبين الام ديالك؟ ما قطعش العلاقه، علاش غادي تقطع العلاقه بين الام ديالها؟ بالعكس هذيك الجده كتبقى تاج فوق الراس، واخا يوقع منا اي حاجه مثلا تصدر من داك الجده كتبقى جده، ما يمكنش شي واحد يقدر يعاتبها ولا يعاقبها، هادي ما فيهاش النقاش. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.